صار كل من الفنان حسام السيلاوي وقمر الطائي حديث الجمهور آخر فترة من بعد إثارتهم للجدل ببثوثهم الكتيرة مع بعض على تيك توك، ومن بعد استقبال قمر السيلاوي بتركيا وقت زيارته لها قبل أيام، والحديث عنهما عم يكبر يوم بعد يوم وازداد مبارحة بعد استقبال السيلاوي لقمر بمطار الأردن، والاستقبال كان على أغاني وطبول وفرحة عارمة كانت مبينة على وجوههم ووجوه أصدقائهم. فما سبب تواجد قمر بالأردن وليش استقبلها السيلاوي؟ فحسب الإشاعات اللي زعمها البعض أن الثنائي عم بيحضروا لمفاجأة جديدة مع بعض، ومن المرجح أنها حتكون موديل في فيديو كليب أغنيته القادمة، فحمست قمر الجمهور لمفاجآت وأشياء جديدة قادمة بالطريق من الأردن. بشكل عام أنا مرحب قهنا هو يعني لدي يسألوني يمكن أسبوع أو هيك شيء، بس إن شاء الله نصور لكم شغلات حلوة وهيجي يعني نظل أتفاعل وياكم. فمن وقتها اللقاء صار كل من قمر والسيلاوي محط الأنظار، والجمهور عم بيراقبهم بكل خطوة، خاصة بعد انتشار أخبار وإشاعات حبهم السري واللي نفى رسميا كل هالأخبار كل من قمر والسيلاوي، ولكن البعض لساته مصمم على هالشي. فشو رأيكم أنتو؟ هذا الموضوع يا إخوان بدي تعرفوا أنه قمر بمثابة أختي الصغيرة وما شاء الله عنها بنت بتجنن، الأشياء اللي براسكم ما في منها، بس إحنا على اللايف بنحب نكون طبيعيين وبنحب نمزح مع بعض عشان أنتوا تنبسطوا وإحنا ننبسط وبنتسلى مع بعض. وزادت هالإشاعات من بعد ما أجاب السيلاوي ضمن سؤال إجاه من طرف متابع ضمن ستوري حساب صديقه أحمد محمود على إنستغرام، وكان السؤال متى عرس السيلاوي؟ وكان رده عن السؤال صادم، حيث استغرب الجمهور عن ليش جاوب حسام عن السؤال هذا بالضبط بعد وصول قمر للأردن وبعد استقباله لها. فشو رأيكم أنتو؟ سيلاوي هذا السؤال لك، متى عرس سيلاوي؟ آخ والله بدي أتجوز يعني، إن شاء الله بس نلاقي الفتاة المناسبة، وبجوز لقيت تعرفوش يعني يمكن قربت ممكن. غير عن ذلك انتظر الجمهور ردة فعل نورمار نظرا لصداقته السابقة مع قمر الطائي وخلافه اللي كان قبل فترة مع حسام السيلاوي واللي كان حديث الناس آخر فترة. فشارك نورمار ستوري انستغرام علق من خلاله بي أنا بخير، وكان ظاهر عليه التعب والإرهاق، حيث ربط البعض هالستوري بموضوع السيلاوي وقمر واعتبروه غيرة وقصص تانية، لأنه الحقيقة كان عبارة عن ستوري ليطمئن الجمهور عنه من بعد ما صرح أنه كان مريض جدا. فشو رأيكم باللي عم بيصير؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.